مساكم الله بالخير في حلقة جديدة من برنامج اسأل قانون. نرحب فيكم أعزائي المشاهدين ونرحب في زملائنا في الاستوديو الأستاذ عبد العزيز العفيصان، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير دكتور خالد. والأستاذة إيمان العجمي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور دكتور. متواصلين في الاستعداد والإعداد لهذا العرس الديمقراطي اللي تشهد البلد في الفترة القادمة، ويعني لا نملك إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني تصفى النفوس وتهدأ المعركة الانتخابية. نرجو أن تنتهي بروح رياضية ويعني بنفس طيبة، ومن يفوز فهو مكلف بأداء خدمة عامة للمجتمع، ويعني نبارك له ونشد على إيده ونوقف معه ونساعده في موضوع التشريع والاقتراحات وتقديم يعني ما نراه مناسب من أمور تخدم الوطن والمواطن. ويكون دور الناخب في يعني توجيه من سواء الناخب أو المرشح اللي ما يعني حصلت له فرصة في أنه يفوز في هذه الانتخابات، نكون كلنا يعني جنود في يعني هذا الوطن لتقديم النصح والإرشاد والتوجيه لمن يعني يحصل نصيب ويفوز في هذه الانتخابات. لكن احنا يعني في هذا البرنامج سلطنا الضوء من خلال يعني الحلقات اللي طافت على المظاهر السلبية. طبعا المظاهر الإيجابية كثيرة، ونتمنى إن شاء الله أن احنا يعني هم كذلك نسلط الضوء على المظاهر الإيجابية من هذه الانتخابات. لكن احنا قاعدين نسلط الضوء يا أبو عمر على المظاهر السلبية بهدف يعني تحذير إخواننا وأخواتنا الناخبين والمرشحين من الوقوع تحت طائلة القانون، وبالتالي فإن القانون يعني لا يرحم. ومثل ما قلنا سابقا إن الناس متساوين أمام القانون، ولا في أحد كبير ولا في أحد صغير. فمن يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة اللي نص عليها القانون رقم 70 لسنة 2003 يتحمل. تطرقنا سابقا إلى موضوع شراء الأصوات، وتطرقنا إلى موضوع بث الشائعات، وتطرقنا إلى موضوع الانتخابات الفرعية، واليوم متواصلين في يعني تسليط الضوء على بعض المظاهر السلبية أخوي أبو عمر. وأشرت في الحلقة السابقة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعية خاصة السناب في يعني النشر والتباهي. يعني هذه وسائل التواصل الاجتماعي من مظاهرها السلبية مع الأسف. يعني هي جميلة، وهي يعني فيها أمور إيجابية كثيرة، لكن إساءة استغلالها واستعمالها تثبت على الشخص نفس الإدانة ويروح هو. فأنا بترك لك المايك يعني لتتحفنا بما تملك من ملكة ما شاء الله عليك في عرض يعني هذه الصورة. مشكور دكتور، أضم صوتي لك ولزميلتي إيمان. يعني ما شاء الله عليكم، أنتم قطيتوا أغلب اللي الواحد وده يتكلم فيه ويدلي بدلوة فيه. أتمنى هالعرس إن شاء الله يكون فيه مظاهر إيجابية كثيرة كما عهدناها، تدعو إلى حب الوطن وتدعو إلى الملحمة الشعبية والتماسك. اللحمة الشعبية والتماسك، هذا النسيج الراقي بين أفراد هذا المجتمع اللي يستحق يعني كل خير. موضوع السناب ذو شجون دكتور، وهذه رسالة حق أخواتي اللي أصغر مني وإخواني، خاصة الشباب اللي قلنا عنهم يعني لتوهم ما شاء الله أول تجربة لهم ومستانسين وماخذ الجنسية وأسبوع كامل وهو ينزل بسناب وينزل في يعني هالسوشال ميديا متحمس. وهذه المشاعر جميلة، هالمشاعر حلوة كلنا عشناها مشاركة في أنا. مشاركة ونقول حق اللي قاعد يحبط وصورة يبث هالصور السلبية لازم تشارك، عشان بعدين لو قعدت بالديوانية ولا قعدت بتويتر تقول أنا ما رح تصوت، لا يحق لك أنك تشارك همومنا وأفراحنا. أنت أصلا عدو لهذه العملية الديمقراطية، وأنت عنصر يعني سلبي جدا في المجتمع الكويتي. لازم إذا نبي نختار صح
ونحب بلدنا نشارك بغض النظر من تعطي. نعم. هذا قرارك. نعم. لا تدخل في جهة ولا وزارة ولا حكومة ولا شعب ولا عائلة ولا طائفة. نعم. زوجك قال لك صوتي حق رفيجي، قولي حاضر يا زوجي يا أبو عيالي. نعم. ولا رحتي عند التصويت عندك ربك. نعم. والكويت قدامك. نعم. اختار القوي والأمين. نعم. الموضوع ذو شجون دكتور. نعم. لكن المخرجة تأشر لي لازم نطلع فاصل، لا تبعدون خلوكم ويانا، عندنا الكثير والكثير من المواضيع والجرائم اللي لازم ننبه عنها في قانون الانتخاب وجرائم الانتخابات. فاصل سريع وراجعين لكم، خلوكم معنا. مساكم الله بالخير ورجعنا لكم بعد الفاصل في برنامج اسأل القانون اللي يبث كل يوم على تلفزيون دولة الكويت بنفس الوقت. اليوم سلسلتنا طويلة لموضوع جرائم الانتخابات، صور الإيجابية بالانتخابات، عقوبة بعض المظاهر السلبية والجرائم اللي نص عليها قانون 70 لسنة 2003 بعد التعديلات الكثيرة امتدادا إلى سنة 62. صور كثيرة، منها الإيجابي اللي يرفع همتنا ومنها السلبي اللي يثبط همتنا للأسف. وأدعو دعوة من القلب إلى القلب، الكل يشارك أرجوكم، محبة لله وللوطن، لأن عيالنا يستحقون أن نخرج للوطن والمواطن من يمثلنا على أكمل وجه. دكتور خالد، أستاذ إيمان، لكم الحوار. موضوع سناب نرد له، البنات الصغار، الشباب الصغار، وجهة نظري أنا أن هذه جريمة انتخابات قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات. ولكن السؤال اللي بوجهه لكم بعد هالجريمة، يمكن أنت القادم تبتنزل انتخابات، يمكن أنت من حقك أنك تشاركين انتخابات، بعد ما يصير في سجل الجنائي عقوبة الحبس 5 سنوات أو 4 سنوات، أو القاضي رأف بحالها أو حالة 3 أو 2، ما مصيره الانتخابي والسياسي في المستقبل؟ مسألة تصوير ورقة الاقتراع وما يليها من جرائم، خلينا نقول أو يعني غيرها من جرائم الانتخاب واللي نص عليهم القانون بتعديلات التي جاءت نهاية في 2003، يمكن يتساءل البعض، نفس سؤالك بعمر، هل تعتبر هذه الجرائم مخلة بالشرف والأمانة؟ إلى اليوم ما عندنا نص قانوني واضح وصريح يتكلم عن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما زال هذا اللفظ كلفظ قانوني مطاط، نحتاج تنظيم أكثر، فيبقى يعني تحديد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة لسلطة القضاء ولجهات الاختصاص عشان يحددون هل هذه الجريمة من الجرائم اللي تمنع من الترشح والانتخاب. اليوم في كثير من الناس يسألون أن قانون رقم 62، عفوا قانون الانتخاب اللي صدر في 62 وصار عليه تعديلات 2003، ما مدى أهمية هذه التعديلات؟ ضروري أن ننوه من خلال الحلقة، هناك مع الثورة التكنولوجية اللي موجودة ومع تغير الحال، كان هناك في بعض الصور اللي ما كانت موجودة قبل ذلك أو من خلال سنة 62 وما تلاها، ما كانت موجودة، مثل سالفة التليفون والكاميرا ما كانت موجودة يعني على مدار سنوات، ولكن استحدثت بعد ذلك، فاضطر المشرع الكويتي أنه يتماشى مع يعني خلينا نقول التطور التكنولوجي اللي صاير. هذه الجريمة يمكن حضرتك اللي ذكرتها أن هي شخص أخل بأمانته وبنزاهته في الالتزام بالتصويت، هل هي مخلة بالشرف والأمانة؟ أعتقد نحتاج لتنظيم تشريعي وتعديل على قانون الانتخاب حتى يتماشى مع أمور أيضا كثيرة تحصل. اليوم عندنا كثير من أبنائنا المغتربين الدارسين في الخارج اللي موجودين خارج الكويت ما يقدرون يصوتون، فلذلك أيضا التعديل التشريعي نتمنى أن أسوة في كثير من الدول يقدرون يروحون عن طريق سفاراتهم وقنصلياتهم يدلون بصوتهم، نتمنى أيضا نعطي هذه الفرصة ونصور جماليتها من خلال حتى مشاركة أبنائنا وبناتنا من خارج الكويت، سواء اللي يشتغلون برا أو يدرسون برا أو غيرها. أبي أوقف عند خوش نقطة أثارتها أستاذة إيمان، وهو الحق الدستوري لكل مواطن في التعبير عن رأيه، يعني أسوة بجيراننا ودول العالم المتقدم ولا مجال لحصر هذه الدول، أتاحت الفرصة حق التصويت للطلبة، للبعثات الدبلوماسية، للملاحق العسكرية، الملحق الصحي وغيرها من أعضاء السفارة ووزارة الخارجية. أبي أرجع حق القصد الجنائي في جريمة التصوير، إذا سبق هذا عشان نوضح حق المشاهد الكريم، إذا كانت جريمة يعني ماسة بالشرف والأمانة من عدمه، إذا كانت دوافع هذا التصوير هي شراء للصوت أو ضرب
أو لتخريب. مثلا سهل أن واحد تشتريه ويروح يصور أنه صوت لك ومن ثم يطفي الموبايل ويصوت حق أربعة وياك وحرك صوته. نعم. هذا على الأقل يعني مجرم بالقانون ومجرم بالشرع، بس يعني يبي كفر ذنوبه. نعم. قال لك هذا راشي، أنا ما بيأدش بالمخالفة الشرعية، لعن الله الراشي والمرتشي، فأنا عشان أخذ 1000 دينار ولا 500 دينار أنا صوت حق الدكتور خالد الياقوت، صوت وهذه جريمة عقوبتها 5 سنوات جناية، ما في بيع برد، قانون 70 ل 2003 على مدار حلقات نتكلم عنه. راح أخلي مجال للحلقة القادمة وارجع لك دكتور، ولكن المخرجة تأشر لي بأن وقت البرنامج انتهى، آملاً أن نقدم لكم يعني كثير من الجزئيات والصور الإيجابية والسلبية وجرائم هذا العرس الديمقراطي بما يعود عليكم وعلى أسركم وعيالكم بالنفع إن شاء الله. تابعونا في برنامج اسأل القانون، ولا تنسون هاشتاغ اسأل القانون، أي سؤال أي استفسار بإذن الله راح نخصص لكم حلقة خاصة لجرائم الانتخابات، وراح تشوفون أحكام السجون وأحكام المحاكم. مع السلامة.